الهدي النبوي في رمضان. لم يكن حال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كحاله في غيره من الشهور، فقد كان برنامجه صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر مليئاً بالطاعات والقربات، وذلك لعلمه بما لهذه الأيام والليالي من فضيلة خصها الله بها وميزها عن سائر أيام العام. والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد غفر له ما تقدم من ذنبه، إلا أنه أشد الأمة اجتهاداً في عبادة ربه وقيامه بحقه، فكان جبريل يدرسه القرآن في رمضان، وكان عليه الصلاة والسلام إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف. وكان عليه الصلاة والسلام يحث على السحور، وصح عنه أنه قال: تسحروا فإن في السحور بركة. وكان من هديه تعجيل الفطر وتأخير السحور، إذ قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وكان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. وكان يدعو عند فطره بخيري الدنيا والآخرة. وأما السحور فكان يؤخره حتى ما يكون بين سحوره وبين صلاة الفجر إلا وقت يسير، قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، وفي العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم اعتكف 20 يوما. هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم، وتلك هي طريقته وسنته، فما أحوجنا إلى الاقتداء بنبينا والتأسي به في عبادته وتقربه. والعبد وإن لم يبلغ مبلغه فليقارب وليسدد، وليعلم أن النجاة في اتباعه والاقتداء به، وأن الفلاح في السير على طريقه وهديه.